لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ تنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بصحه وسلامه كما العاده يا ربي. اليوم بغا ندير معكم الكرعين. كما تتشوفوا هاد الكرعين منقيين مغسولين ديال البقره، منقيين ومغسولين، وغادي نديرهم غير بالبصله والزبيب. ما غاديش ندير هاد المره الحمص، غادي ندير البصله والزبيب، تيجيو معسلين وتجي واحد الاكله اللي هي زوينه زوينه بزاف. المهم المكونات اللي فيها راه ما فيهاش بزاف، واحد البصله متوسطه كما تتشوفوا قطعتها هكا. انا باقي غادي ندير المرحله الثانيه، غنزيد فيها البصله والزبيب، يعني غادي نقطع بصله مشنفات، هذيك مرحله اخرى. دابا غير كبدايه غادي ناخذ واحد البصله متوسطه ولا كبيره على حسب الكميه ديال الكرعين اللي عندكم. غادي نديرها مشنفه هكا، ماشي رقيقه، المهم قطعها هكا عادي، راه في الاخير غادي تذوب. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال القزبور مقطعه على هذا الشكل هذا، وعندي واحد الكاس مخلطه ديال الزيت، زيت الزيتون مع زيت الروميه. ها نتوما انا غادي نبدا المراحل وغادي ندير التوابل معكم في مره. غنحتاج غير سكينجبير، البزار، الخرقوم والملح، هادشي اللي غادي نحتاج. غادي نبداو على بركه الله. انا هنايا غادي ناخذ هاد الكرعين هادو غنديرهم، شوفوا شي يبانوا لكم. المهم هنا درتهم في الكوكوت، طبعا ضروري ضروري الكوكوت. غنزيد عليهم هاد البصله هادي، انا قربت هنا الكاميرا باش يبان كلشي مزيان. درت هذيك البصيله، غنزيد عليها هذيك القزبور، ديك المعلقه الكبيره ديال القزبور. وغادي نبدا ندير في التوابل. غناخذ هنايا الملح، غندير غير القياس حتى لديك الساعه الا كانت خاصه نزيدوها. غناخذ واحد المعلقه ديال الخرقوم البلدي. هنا التوابل راه تنكثروا كما تتعرفوا، تناخذوا شويه بالزايد. البزار اللي ما غاديش نكثر غندير غير واحد شويه. وغناخذ معلقه عامره ديال السكينجبير، صافي غادي نديرها حتى هي. وغادي نزيد عليها هاد الزويته هادي، نشوف غيجيني كاس هو هذاك نيشان. صافي هاد المكونات هادو اللي درت هنا في الكوكوط غادي نحطهم يتشحروا واحد شويه، وغادي نزيد عليهم الماء. هانتوما غادي تشوفوا معايا المراحل. انا درت الكوكوط فوق البوطه، راه تشحرات، قلبتها واحد جوج المرات، قلبتها مزيان بحال هكا. صافي ديك البصيله راه هي كما تتشوفوا بدات تنزل. غادي نزيد عليها دابا الماء وندير ليها القياس فاش غادي طيب. نعمرها مزيان، هانتوما تشوفوا معايا انا دايره غير الماء بارد. كاين اللي تيقول لك راه تنديروا الماء سخون على حسب البصله ما تبداش تقساح ولا لا. انا تندير الماء بارد كاع في القطاني وفي الكرعين باش يطيبوا دغيا. صافي المهم راه الكميه كافيه هكا. تنديروا الكميه ديال الماء اللي غادي يغطي لنا داك الكرعين، ونديروه على نار مهيله متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه ثاني بزاف. المهم ونسدو عليها ونخليوها حتى طيب. ملي غادي توصل الطياب تقريبا غادي طيب، يبقى لها غير واحد تقريبا ثلث ساعه هكاك. ديك الساعه غادي ندير مرحله اخرى، هي فاش غادي نزيد لها البصله والزبيب، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. انا هنا رجعت معكم من بعد ما طابوا لي دوك الكرعين، هانتوما تتشوفوا خاصهم غير واحد شويه تقريبا، غنزيدهم واحد ثلث ساعه او لا اقل، غير ربع ساعه راها كافيه فاش تهبط ليا البصيله اللي غادي نزيد فيها. هانتوما تتشوفوا المريقه ديالها، وغادي نقص ليها البوطه باش ما تنشفش، باش ما تشربش الماء هاد المويه هادي ولا هاد المريقه اكثر من القياس. انا غنوريكم المكونات اللي غادي نضيف. بالنسبه للمكونات اللي غادي نضيف ليها، عندي واحد جوج بصيلات متوسطين، بصله متوسطه مقطعه على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا، نخليها شويه كبيره باش تجي باينه. وهنايا عندي تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الزبيب، انا رقدته غسلته هو الاول ورقدته في واحد شويه الماء غير واحد دقيقه هكاك ماشي بزاف. وعندي واحد جوج عويدات ديال القرفه حتى هما غادي نضيفهم. وعندي هنايا العسل، واحد المعلقه ديال العسل غادي نديرها حتى هي مع المكونات مع هادو، وغادي نسد عليها في مره بحال هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليها هذيك القريفه هي دوك العويدات والزبيب حتى هو. المهم ندير كلشي في مره، صافي. وغادي غير غادي تنزل هاد البصيله هادي وغادي نطفيها.
صافي راني ضفت هذيك المعلقه ديال العسل، ها هي درتها هنا ما تصوراتش ليا في الاول. المهم غادي ندير هاد الكوكوت فوق البوطه وغنخليها على نار مهيله، ومن بعد ملي طيب نتلاقى. صافي هنا من بعد ما وجد الطبق ديالي ديال الكرعين راه تيجي على هذا الشكل، تيجي بنين، ديك المريقه ديالو راه تجي خاطره، وداك الزبيب والبصيله هكا تيجي المنظر ديالو زوين. تنتمنى تجربوه، غادي يعجبكم اكيد.